إذن أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات، مرحبا بكم في قناة راديون. قناة الراديو اللي كتقدم لكم برنامج زويكم منكم وإليكم. ودائما تحية الناس اللي كيبغيونا، حتى حنا كنبغيوكم، والناس اللي ما كيبغيوناش الله لا يجعلكم تبغيونا. كانوا شي ناس كيبغيونا ما بقاوش كيبغيونا، وكانوا شي ناس ما كيبغيوناش غيوليو يبغيونا بالزز من طاشيتكم، غتوليو تبغيونا. يلا إذا أعزائي المستمعين، حكمة اليوم هي أو التعاويدة يا عيد أو التعاويدة. هي ماشي حكمة، ولكن اللي غيفهمني راه يعرفني علاش داوي. يا المغربيين الآخرين عقت فيكم. واللي بغى يتصل بينا دائما عندنا رقم واحد معروف الحمد لله، كلشي المغاربه كيعرفوه، هو 0 26 43 0 26 43 43. الله، الزبيل ديال اليوم بحال قلتي كنتي عاجلس مرتاح وساهي، ما عليك ما بك أتنزل عليك باطل، ورا بحال هكا وقع التلاميذ هاد العام قاسين معلي بيهم، أترجعت المدرسة ما رجعت مع الفروض. ماشي باطل هذا، باطل الكحل. الزملة الأولى أعزائي المستمعين هي اللي داروا شي مؤثرين من هاد البلاد اللي لاتجي ناضوا سيدي يلغطوا لك سيدي حقها. الجزائر راه ضاغطة بقوة على الكاف باش تعاود ليو الماتش مع موريتانيا، ولفوها مساكن، قالوها مع الكاميرون ودابا بغاو يعاودوها مع موريتانيا. تصحاب راسو لاعب في الفيفا اللي خسر يعاود. لا شريف، هنا راه ماشي اللي خسر يعاود، هنا اللي خسر يخلص ودور 100. انت علاش خسرتي اصلا؟ مالك كانت مهرتلك الانالوج عفريت هذا الساعة. الاخر خرج حتى هو قال لهم حقه المنتخب الموريتاني راه نساحب من كاس افريقيا وغندوزو حنا في بلاصتهم. قالك حقه ما حقه، شي لاعب من موريتانيا مات واللعابه تقلقوا ونساحبوا غندوزو حنا. والله الا يموتوا اللعابه كاملين ديال موريتانيا يبقى غير هذاك الحارس، والله لا ماركيتو عليه. راه نتوما اللي ساقعين، شوف باش تعرفوا ريسكم ساقعين. هذيك ليلى عبد اللطيف كاع التوقعات ديالها جابتهم صحاح، ها الحرب، ها الزنزال، ها الموت الكحلة، والسيدة في مصر توقعاتهم غيطلقوا وطلقوا، وجات لعندكم نتوما ورونتوها ليها، قالت لكم حق الجزائر غيلعبوا نصف النهائي ديال كاس افريقيا. هاكاك حشمتوا السيدة مع الناس، هاكاك حشمتوها. شوف تبارك الله حنايا معانا نضا، قالت لنا المغرب غيلعبوا نصف النهائي ديال كاس العالم، ما حشمناهاش، حنا راه كنا بغينا نديوه، كنا وين نديوها، ما بغيناش نحشموها مع عباد الله. كاين ولا ما كاينش؟ لا ياك ما ياش. ايوا تقطع هاد اللعيبه في المونتاج الله يرضي عليك. الزبله الثانيه اعزائي المستمعين هي اللي دارت هاد الوزاره ديال التربيه والتعليم، هاكاك ناضت بلا موجب الشرع، تصالحات مع الاساتذه، قادوا الامور كلشي على ما يرام، نتو قالك غدا القرايه، هاكاك بلا ما يتشاورو بلا ما يعلمو، التلاميذ كانوا ساهين اتغفلوهم غدا القراية. والتلاميذ مساكن كاين اللي نسى راسو واش تلميذ، كاين اللي مشى مولف الجلوس، كاين اللي ما شنو مشى دار حياته في بلاصة اخرى. اتنتو قلتو ليهم قراية؟ انا راه خويا قال لي غدا القراية، توادعنا معاه في الصباح بالبكا، ولفناه حدانا حنايا، ولفناه سيد جارنا زوج بنته بكثرة مباركة زوجها، عندك ما دير عندينا دراري. كاين اللي باع الكتوبة، واحد راه باع كتوبته لمول الحانوت، عاد مشى قال لي حق راه القراية، بدا ترد ليا رد ليه الاجتماعية، تلقاه كاع دار فيها الخميرة قطع العيالات، عاد بدا يدور على العيالات، هاري ليا درس هذا درس هذا. واحد درس جغرافي اللي ما لقاش، لقى شي مرا شعلات بيه الفران، دابا راه غيسقط في الامتحان ديال الجغرافيا. وقال لك الواعريه معاه يدخلوا النهار الاول الفروض،
على الرعب الساو الاخر. الزملة الثالثة عايزة مسامعين هي اللي داروا شي سلطات محلية هنايا في شي مدن عندنا. قالك سيدي غيحبسوا الحمامات ولافاجات، غيوليو يخدموا غير يومين في السيمانة، قالك حفاظا على الماء. صراحة حاجة مزيانة، بغي تحافظوا على الماء تحافظوا على الماء، خاصكم سيدي تحبسوا الماء في الحمامات، تحبسوا الماء في لافاجات، حبسوا الماء في لابيسينات، حبسوا الماء في الجرادي هكا يبسطوا فيه، حبسوا الماء في الركابي تا هو راه مهم، بنادم هكا ينوض يوقع دي الماء في الركابي تا هو خصنا نعرفو منين جا، راه تروى ديالنا هذاك. ولاني مزيان مزيان الواحد يحافظ على الماء، حنا اللي مكلخين، باركينا بزعط 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 في الماء كواك. انا كان كيحسب ليا الحمام ديال العيالات هو اللي فيه التبديل ديال الماء، ساعة طلع ديال الرجال اكثر موي داك ناريات. مشيت للحمام يبان ليا الراجل خارج من الحمام وهاز معاه جوج سطوله كبار وغوز ودير فوط على راسو كيزيف، والله الا كون ما الحوايج تقول غا حليمه الطيابه خارجه يا خويا. غا هو هاد القرار هذا اللي خديته الله يرضي عليكم، حاولوا ما تطولوش فيه بزاف كي شتي حنا شويه كنريحوا، راه تسدوا علينا الحمام غا شهر عيبان لك المغرب خارجه منو ريحه المراود، وهاكا موريطانيا مسكينه تحت منا ما دارت لا بيديا لا برجليها شويه تتبان لك دايره. الله يستر الله يستر. وتا بوراس الا باغي الحمامات يحلو ولا فاجات تكيس على الماء، تكيس على الماء بوراس حاضيني قطع الله يدير الخير.